طبعا طبيعي، شايفين انا خلصت شرح الباتش مع نفسي. anyway، طيب باتش بنحتاجه للترقيع او لما نفقد الامل في doing a surface using any of the previous commands بنلجأ لباتش. مشكلته انه بيتقل السيرفس زي ما كنت بقول وبيطلع سيرفس تقيلة. خلينا نشوف يعني ايه سيرفس تقيلة. باتش هنا او بنكتب باتش في الكوماند بار، بيطلع لنا ويندو اوف حاجة اسمها باتش سيرفس اوبشنز، حاجة اسمها السامبل بوينت سبيسنج، يعني السبيسنج ما بين البوينتس والسبانز. فمثلا نخلي دي 20 ودي 20 ونخلي الستيفنس بتاعنا قليل 0.1 وبعدين ندوس اوكي فيطلع لنا الشكل ده. ايه اللي خلاه يطلع لنا الشكل ده بناء على ايه؟ الله اعلم. ليه مش مقطوع من هنا؟ ليه عامل دوم؟ وهل هي دي الكنترول، هو ده الشكل فعلا المظبوط ولا لا؟ لما نيجي نفتح الكنترول بوينتس هنشوف المنظر ده اللي هم ال 20 نقطه في ال 20 نقطه اللي السبيسنج ما بينهم 1 1 1 1. فلو كنت صغرت السبيسنج فكانوا هيبقوا السبيسنج بتاعهم اقل، مش هيبقوا بعاد كده. طبعا ده اللي احنا شايفينه، بس ده الحقيقي الكالكوليتد في الباك جراوند او في الباك اند بتاع البرنامج. طيب لو قللنا الكنترول بوينتس، طبعا هي لو بصينا هنا هنلاقيها انها تقريبا ماشيه على الخط اللي انا مديهوله، انما لو مسكنا دي وقلنا له باتش بس خلي دول 10 و10 والستيفنس 0.5 وقلنا له اوكي برضو وجينا نبص على الحاجة دي هتلاقيها مش مظبوطة خالص. ولو قللنا كمان مش هتبقى مظبوطة خالص. وفي نفس الوقت سوري 10 بوينتس كده و 10 بوينتس كده اخف طبعا من دي، بس في الاخر مش اكيرت. ميزته بقى يعني ده عيوبه، ميزته ان انا بقدر اديله نقطة مثلا مع دول واقول له باتش فيحاول يمشي لي السيرفس على النقطة. ممكن ادي له خط واقول له باتش فيمشي لي الباتش مع الخط على قد ما يقدر. طبعا مفيش اكيورسي خالص زي ما انتم شايفين انليس هزود بقى السبان بتاع البوينتس او عددهم. وميزته التانية برضو انه بدي له اي حاجة مش راسمها واقول له باتش فيعملها. ليه عملها بالشكل ده؟ عشان انا قلت له adjust the tangency بتاعت السيرفس دي، لو لغيتها هيعملها كده، هيعملها فلات. خلينا نشوف الكنترول بوينتس بتاعت حاجة عاملة كده ازاي، شايفين قد ايه. والعكس بقى كمان لو كنت وريتكم اللي هي معمول لها باتش اختار دي واقول له بقى adjust tangency، فبصوا بقى دي الكنترول بوينتس بتاعتها عاملة ازاي، داخلة لجوه ومتنية جدا. اوكي فطبعا ديب قوي. ميزتها بقى التانية ان انا بقدر اديله برضو نقط زي ما انتم شايفين كده، فاقدر اقول له باتش للخط ده وخد معاك النقطتين دول مثلا فيمشيهولي، قال يعني في ديزاين في السيرفس شويه. خلاص فدي كده باتش. برضو يعني باتش اهو فبيعمل لي الحاجة دي كده، أو لو قلت له من غير الأدجست تريم فهيعمل أو تينجنسي آسف هيعملها فلات. طب لو أنا عايز أعمل دي فلات بقول له بلانر سيرفيس على طول وأقوم ماسك ده من غير ما يبقى عندي خط فهو بيعملها لي على طول كده. أوكي وفي أوبشن تاني ظريف قوي اسمه كاب. كاب ده ما دام دي فلات كلوزد وبلانر كده، لو وده برضو كلوزد وبلانر، لو مسكت الاوبجكت وقلت له كاب على طول هيقوم قافلها لي على طول. فلو حد عمل اكستروجن لحاجه مثلا زي دي كده ونسي يخليها سوليد ممكن يقول له كاب فيقفلها. اوكي طيب ده كده الموست كومن سيرفيس كوماندز. المفروض لما كنا بنبقى ان كلاس انا ببقى عامل لكم الدوم الصغيره دي عشان كل واحد منكم يحاول يعملها ويقول لي مين احسن واحده، بس انا هعملها معاكم. لو عايزين نعمل ديب لوفت يعني لو عندكم يعني
you could start experimenting. كان نفسي. او انا هقول حاجة ظريفة انا مش هشرحها, انا هخليكم برضو تعملوا experimentation وتردوا علينا في الكومنتس مين احسن واحدة. وبعدين يعني او تبعتوا لنا سكرين شوتس مش عارف, لا هشرحها وخلاص عشان انا عارف ان احنا مش هينفع نعمل كده, بس يعني I hope ان انتوا تبوز البتاع وتحاولوا فيهم لوحدكم وبعدين تتفرجوا على الشرح بتاع ازاي ازاي تعملوهم. اول واحدة بلوفت ما بتاخدش غير any number of curves زي ما قلنا in one direction, فمضطر اعمل ايه, مضطر اعمل لوفت للتلاتة دول فهيطلع لي surface. طبعا احنا الكي بتاعنا هنا ان احنا نحط الجيفنز كلها as much as possible, يعني اخلي ده واخده في اعتباري ودول واخد في اعتباري, بس للأسف لوفت عنده limitation انه ما بياخدش curve في الدايركشن التاني, فانا مضطر اختار الاكتر اللي هم دول, فبيطلع لي surface شكلها ظريف بس في الاخر مش ماشية مع الخط ده, فدي بتعتبر بالنسبة لي failure, يعني دي بالنسبة لي not a successful thing. نروح للي بعديها اللي هي sweep 1. sweep 1 كانت بتاخد rail و cross section, فممكن حد يفكر ان مين الكروس سكشن ومين الريل بالنسبة له. احنا برضو taken into consideration ان احنا محتاجين اكتر عدد من الكروس سكشنز معانا, فممكن واحد يقول لي طب احنا هناخد التلاتة دول كروس سكشنز وناخد ده الريل, فنجرب sweep 1 ادي الريل وبعدين كروس سكشن التاني التالت وندوس انتر فتطلع مظبوطة. بس فيها حاجة اسمها singularity بيطلع لنا هنا لو دوسنا control points للsurface, انا اسف للsurface, يطلع لنا نقطة هنا, النقطة دي بتبقى عاملة كده زي sharp point متجمع عندها نقط which is not nice, بس still خدت كل الفاكتورز بتاعتنا في اعتبارها فبنعتبرها successful بس not the best successful case. نيجي لسويب 2. سويب 2 عندي محتاج 2 rails دلوقتي و cross sections, فأنا للأسف مش بفكر فيها غير بالطريقة الصح, بس كان بيطلع لنا آراء كتير قوي ساعتها من السويب 2. ناس بتقول لنا مثلا ناخد ان ده cross section وده cross section بعد ما نعمل له join وده الريل بتاعه, يعني بتضرب ساعات, وناس تانية قالت لنا ان احنا ناخد ان ده ريل وده ريل وده كروس سكشن, فكان بيعمل ساعتها حركة غريبة كده. خلينا نجرب نقول له سويب 2 ونقول له ده الريل الاولاني وده الريل التاني وده كروس سكشن, ساعتها ما كانش بياخد في اعتباره الخط اللي هنا ده فكان بيبقى بعيد عنه فما بتبقاش successful. The most successful one is ان احنا نقول له نجوين ده وده بحيث يبقوا ريل, وبعدين نقول له سويب 2 ادي الريل الاولاني وادي الريل التاني, وبعدين عايزين نبتدي الكروس سكشن بتاعنا بنقطة هنا, وبعدين ناخد ده وبعدين نقفل, سوري انا اسف, الفيرست ريل اهو سكند ريل اهو بعدين نقطة هنا وبعدين الخط وبعدين نقطة اخيرة هنا, فيعمل لنا السويب ومستخدم فيه كل الخطوط بتاعتنا. اخر واحد اللي احنا طبعا بنختار الخطوط بتاعتنا فبنقول له network of surface, ادي واحد اتنين تلاتة وادي الرابع, فبيقول لنا a b c وده بنتاخد معاه في الاعتبار فيطلع لنا surface نظيفة. انا بالنسبة لي احسن واحدة هي sweep 2 عشان ما فيهاش موضوع singularity. singularity اللي هي الحاجة اللي رايحة على نقطة دي هنا للأسف موجودة بس هنا مش موجودة, هنا وهنا موجودين وهنا مش موجودة. نلحق نعمل patch في 10 ثواني, نمسكهم كلهم وندوس patch بس.